قارتنا السمراء الجميلة بتحطم الرقم القياسي في عدد الانقلابات. تاريخ اسود من الانقلابات العسكرية مكتوب بالدم والخيانة والخسة والغدر والندالة. القارة اللي معظم سكانها او كل سكانها تقريبا تحت خط الفقر، لا صحة لا تعليم لا بنية تحتية ولا ثقافة ولا حتى الحد الأدنى من الخدمات اللي المفروض تتوفر للمواطن، لحد النهاردة مازال عسكرها بيطمعوا في السلطة وبيطمعوا في موارد ومقدرات البلاد. من سنة 66 لما استقل معظم دول القارة الأفريقية لحد النهاردة حصل أكثر من 300 انقلاب عسكري. من 66 ل 77 فقط كان في أكثر من 100 انقلاب عسكري ناجح، بالإضافة إلى ما يزيد عن 200 انقلاب عسكري فاشل. كل ده في القارة السمراء الجميلة اللي ليها تاريخ أسود ومنيل بنيلة من الانقلابات العسكرية، أدى لحد النهاردة إلى تأخر المواطنين وتأخر البلاد في هذه القارة، على الرغم أن قارتنا الأفريقية هي الأهم والأكثر من حيث الموارد والممتلكات والخيرات اللي موجودة في الأرض، وحتى من حيث الثروة البشرية والأيدي العاملة. لكن العساكر اللي جلى الاحتلال او تم اجلاء الاحتلال عن بلادنا الافريقيه، لكن بقى عندنا محتل بالوكاله اتعلم طريقه احتلال الشعوب وطريقه احتلال الاوطان، وهم عسكر البلاد اللي يوم بعد يوم بنكتشف ان العساكر مكانهم على الحدود، ولما يخشوا السلطه ويحكموا البلاد بتكون النتيجه الفشل والفساد والاخفاق والتخلف. ده حال القاره الافريقيه اللي خلال العقود الأربعة اللي فاتوا كان فيها أكتر من 178 انقلاب عسكري. أما لو هنتكلم عن وطننا العربي واللي مع الأسف وافق ربيع دولنا العربية أو ربيع ثورات دولنا العربية مع خريف الانقلابات العسكرية في العام 2011 أو في نهاية العام 2010 لما بدأت ثورات الربيع العربي، وقلنا يا مسهل هيبدأ الشعب يسترد الدولة والحكم والوطن والمواطن يقدر يقول كلمته ويحافظ على موارده وثرواته، لكن تدخل العسكر وتحولت ثورات الربيع العربي إلى انقلابات عسكرية مسلحة وإلى ثورات مضادة أطاحت بحلم المواطن العربي. البداية كانت في القاهرة ببيان قالوا وقتها إنه تصحيح لمسار الثورة، وقالوا وقتها انه حفاظ على روح المواطن وممتلكاته، لكن سرعان ما اكتشفنا ان انقلاب القاهرة في 2013 كان انقلاب عسكري متكامل الاركان، ادى الى فشل اقتصادي وسياسي، وادى ايضا الى اجتثاث الثورة المصرية من جذورها. يوم بعد يوم وسنة بعد سنة بدأت حمى الانقلاب او عدوى الانقلاب تنتقل من القاهرة الى الجارة ليبيا، فخرج علينا حفتر الجنرال المهزوم عشان يعلن انقلاب كوبي بيست او طبق الاصل مع انقلاب الجنرال عبد الفتاح السيسي في القاهرة. يوم بعد يوم بدأت الانقلابات تتوالى وبدأت الثورات تسقط، وكأن ربيعا عربيا لم يكن، وكأن ربيعا عربيا لم يكن في اوطاننا العربية كلها. بدأنا نشوف الثورة اللي كنا بنفرح بيها وبنحتفل بيها في تونس تتحول إلى انقلاب ناعم على السلطة والدستور بيقوم بيه قيس سعيد. الثورة اللي كانت في بلدنا مصر وكنا بنقول وبنهتف عيش حرية عدالة اجتماعية تحولت أيضا إلى انقلاب عسكري أفسد البلاد وقدر حال العباد. أما عن سوريا وليبيا واتكلم كمان عن اليمن وشوف حال الجزائر والمغرب وأخيرا السودان. وأخيرا السودان، وسبحان الله من سخرية الأحداث إن بعد أقل من أربع شهور أو بعد شهور من انقلاب على الحكم والسلطة في أول دول الربيع العربي بيأتي انقلاب النهاردة في آخر دول الربيع العربي في السودان، الدولة الموعودة مع الانقلابات العسكرية خلال العقود الخمسة أو الأربعة اللي فاتوا ما يزيد عن 20 انقلاب عسكري، خلى السودان واحدة من أفقر الشعوب
على الرغم من الثروات اللي موجودة في الأرض والموارد والإمكانيات، خلى السودان واحدة من أكتر الشعوب اللي فرض عليها الحظر وفرض عليها المشاكل وفرض عليها العقوبات الدولية على الرغم من الإمكانيات اللي بتمتلكها السودان. انقلاب عسكري صباح اليوم على غرار ما حدث في القاهرة وما حدث في طرابلس أو بنغازي وما حدث قبل أيام في قصر قرطاج، لكن هذه المرة على لسان عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني المنقلب على الرئيس البشير بعد ثورة شعبية لم يمضي عليها إلا شهور، لكن ينقلب صباح اليوم البشير على الثورة وعلى المجلس السيادي وعلى ولاة الأقاليم والمحافظات وعلى الدستور، ويعلن حالة ويعلن فرض حظر التجوال ويعلن أيضا حل مجلس السيادة وتسريح الولاة ومجموعة من الإجراءات العسكرية الانقلابية بتفكرنا بما حدث في القاهرة وما حدث في ليبيا وما حدث في تونس، وكأن اللي كتب واحد واللي خطط واحد واللي رعى واحد انقلاب اليوم في السودان برعاية عربية. والغريب ان زي ما قال قيس سعيد قبل شهور نشكر دول عربية شقيقة وأطراف إقليمية على دعمها للإجراءات في البلاد، حتى الجملة دي قالها النهاردة عبد الفتاح البرهان بعد ما اعتقل رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك وبعض من وزرائه وأيضا حل مجلس السيادة، وقرر البرهان أو الجنرال عبد الفتاح على غرار ما حدث مع الجنرال عبد الفتاح في دولة قريبة أن يستحوذ على السلطة والحكم وأن ينفرد وحيدا مستفردا بحكم البلاد فقط، إنها أفريقيا القارة السمراء.